تحيي بريطانيا اليوم الذكرى السنوية العاشرة للتفجيرات التي استهدفت عاصمتها لندن في عام 2005 وأدت إلى مقتل 52 شخصا. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون وعمدة لندن بوريس جونسون وقفا دقيقة صمت جنبا إلى جنب ووضعا إكليلين من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا هجمات لندن في هايد بارك. وبالرغم من مرور 10 سنوات على هذه الهجمات الدامية، لا يزال هول ما حدث عالقا في أذهان البريطانيين، خاصة الناجون وأهالي الضحايا. هذه الشابة هي إحدى ضحايا هذه التفجيرات. 10 سنوات من بعد لا تزال شقيقتها تتذكر هول ذلك اليوم. يا إلهي، اعتقدت أن هناك تفجيرات في مترو الأنفاق وكذلك في حافلة. لا أحد كان يعلم ما كان يجري، لكن طبعا لم أكن أدري أن شقيقتي كانت في الحافلة. وشهدت لندن في 7 تموز يوليو من العام 2005 تفجيرات نفذها 3 انتحاريين فجروا أنفسهم في غضون 50 ثانية في 3 قطارات لمترو الأنفاق. وبعد أقل من ساعة فجر رابع نفسه في حافلة.